ووصلنا هسه للتايروسين بايوسينثيسز. التايروسين هسه التايروسين is produced in cells by hydroxylating the essential amino acid phenylalanine. يعني هذا التايروسين حال السستين، احنا مو السستين والتايروسين دول اثنيناتهم non essential amino acid، تايروسين والسستين فاثنين، لكن اثنيناتهم هم يكونون conditional. اثنيناتهم اني انتجهم منين؟ انتجهم من essential amino acid اللي هو شنو هسه التايروسين، انتجه منين؟ من الفينيل انينين. اذا الفينيل انينين اسوي له hydroxylating، يعني hydroxylation reaction، راح انتج تايروسين. This relationship is much like that between cysteine and methionine، مثل ما بالمحاضرة اللي راحت او بالفيديو اللي راح، يعني كون السستين منين؟ من المثيونين. المثيونين essential amino acid. نفس الشيء هنا التايروسين حينتج منين؟ من الفينيل انينين، اللي هو الفينيل انينين ايضا essential amino acid. يقول لك half of the phenylalanine required goes into the production of the tyrosine. نص كمية الفينيلالانين استخدمها لصنع التايروسين. If the diet is rich in tyrosine itself, the requirement for the phenylalanine are reduced by about 50%. يعني شو يقول لك؟ انه نص كمية الفينيلالانين اني استخدمها لتكوين التايروسين، هذا في حال انه التايروسين كان قليل بالدايت مالتي، بالاكل مالتي. هو التايروسين اسينشال، العفو نان اسينشال، يعني ممكن ينوجد ايضا بالدايت. ف اذا لكن اذا كان الدايت مالتي قليل بالتايروسين، فشنو اذا كان الدايت مالتي قليل بالتايروسين حاستخدم الفينيل انانين لتكوينه. لكن اذا كان اني الدايت مالتي ريتش بهواي تايروسين تقل الريكويرمنت، ما احتاج الفينيل انانين، تقريبا 50% تقل. الفينيل انانين هيدروكسيليز هذا الانزيم، هو احنا شنو اسوي؟ هذا الفينيل انانين، الفينيل انانين والتايروسين اثنيناتهن اروماتيك، اثنيناتهن بهن رينج اخذناهن باول محاضره. قلنا اكو ثلاثة امينو اسيد اروماتيك، التايروسين والفينيل انانين والتريبتوفان. فهو شوف دائما اللي متشابهين بالستركتشر مالتهم، واحد يستخدم لانتاج الثاني. من هو الاسينشال؟ استخدم الانتاج النون اسينشال، هذا تقريبا هيك بكل الامينو اسيد. فاثنيناتهن اروماتيك، اثنيناتهن بهن رينج، لكن شنو اني هذا الفينيل انانين اجيب للهايدروكسيليز انزيم. يعني شنو الهايدروكسيليز؟ يعني ضيف او اتش اللي هي هاي، ضاف الاو اتش للفينيل انانين، فش صار؟ صار تايروسين. زين شلون ضاف الاو اتش؟ شو استخدم؟ جاب اوكسجين. زين هذا الاوكسجين وبنفس الوقت ايش جاب؟ ايش سوى؟ عنده كوفاكتر. الكوفاكتر هو هذا H4 بايوبترين، يعني تترا هايدرو بايوبترين، هاي المادة تترا هايدرو بايوبترين. أخذ من عندها هيدروجين، فمن أخذ من عندها هيدروجين شو تحولت؟ يعني أثناء هذا التفاعل تحولت من H4، يعني من تترا إلى شنو؟ إلى باي، أو يعني بس ذرتين هيدروجين، يعني أخذ من عنده ذرتين هيدروجين، فش تحول من تترا هيدرو بايوبترين إلى هذا ال H2 or باي هيدرو بايوبترين or داي هيدرو بايوبترين. يعني هذا التفاعل، يعني هو هيدروكسيليشن، تفاعل إضافة OH. إش تحتاج؟ تحتاج أكسجين، هاي الأكسجين أخذته. وإش تحتاج؟ تحتاج هيدروجين اللي هي شنية، أخذها منين؟ من ناني، من هذا التفاعل. فش حصلت؟ OH التايروسين. زين فيقول لك الفينيل انين هيدروكسيليز هذا الانزيم، هذا الانزيم اللي هو حيحول الفينيل انين الى تايروسين عن طريق اضافة الاو اتش، is a mixed function oxygenase. فد انزيم يستخدم من اسمه oxygenase، يعني لين راح يضيف اكسجين. One atom of oxygen is incorporated into water and the other into hydroxyl of tyrosine. هو حيجيب جزيئة اكسجين بها ذرتين، وحدة من الذرات راح تروح تكون مي. زين باستخدام وحدة من ذرات الهيدروجين اللي راح يحصلها منين؟ من هاي المادة. زين شو تكون لي؟ او يعني باستخدام ذرات هيدروجين يحصلها من ناني كون H2O. فهذا ال H2O، والذرة الثانية من الأكسجين
يستخدمها بتكوين الهيدروكسيل مال التيروسين. و the reductant انت هنا بما انه انت عندك مجموعة هيدروكسيل تحتاج اكسجين اوكي تحتاج هيدروجين، من هو الريدكتنت يعني المادة اللي راح تسوي لي اختزال، تسوي اختزال يعني تحصل من عندها هيدروجين، منو هاي المادة اللي هي شنو هو تترا هيدروفوليتريتد كوفاكتور، شو سمينا هاي المادة تترا هيدرو بايوبترين، هاي المادة هي مصدر الهيدروجين. Which is maintained in the reduced state by the NADH-dependent enzyme dihydroteridine reductase. زين يعني شنو قصده؟ أنت بعد ما راح تجيب هذا التتراهيدرو بايوبترين تأخذ منه هيدروجين تحوله إلى شنو؟ إلى H2 بايوبترين. أنت إذا تريد تسوي التفاعل مرة ثانية لازم هاي المادة ترجع تتحول لي من جديد الى هاي المادة الاصلية الى تترا هيدرو بايوبترين. فمنو اللي يسوي لي مينتننس لتركيز هاي المادة تكون دائما تركيزها ثابت حتى دائما استخدمها لتحويل الفينيل الانين الى تيروسين؟ هو هذا الانزيم داي هيدرو تيريدين ريدكتيز. هذا الانزيم راح يختزل هاي المادة يضيف لها هيدروجين فيحولها من H2 بايوبترين يرجعها الى H4 يعني تترا هيدرو بايوبترين. فما بيها شيء، مجرد انت جاي تضيف مجموعة هيدروكسيل للفينيل الانين، ذرة اكسجين تحصلها من O2 وهيدروجين تحصلها من هاي تترا هيدرو بايوبترين وتكون مجموعة الهيدروكسيل، بالاضافة الى انه ذرة الاكسجين الثانية حتستخدمها لتكوين ال H2O or الوتر. زين missing or إذا كان أكو deficiency بالفينيل ألانين هيدروكسيليز result in hyperphenyl alaninemia. اعتيادي إذا هذا الإنزيم اللي دي حول لي الفينيل ألانين إلى تيروسين اللي هو الهيدروكسيليز ما موجود، الفينيل ألانين يتراكم ويتجمع، فش يصير عندي hyperphenyl alaninemia. hyperphenyl alaninemia is defined as a plasma phenyl alanine concentration greater than 2 ملغرام على ديسيلتر، يعني 120 مايكرو مولاري. يعني إذا كان التركيز أكثر من 2 ملغرام على الديسيلتر أو أكثر من 120 مايكرو مولاري معناته عندي هايبرفينيل ألانينيميا، معناته عندي ديفيشنسي بالهيدروكسيليز إنزيم. The most widely recognized hyperphenyl ألانينيميا والموست سيفير فد مرض أكثر شيء معروف بهاي الحالة اللي هي الفينيل كيتونيوريا. الفينيل كيتونيوريا اللي هي شنو معناته ان الفينيل الانين يزداد الى كميه كلش كبيره بحيث وين ينطرح in the urine. patients suffering from PKU يعني فينيل كيتونيوريا have جيد هذا التركيز كلش عالي، يعني مو بس اكثر من 120 اكثر من 1000، whereas the non فينيل كيتونيوريا hyperphenyl alaninemia exhibit level of plasma فينيل الانين اقل من 1000. يعني احنا حتى اسميها هايبر فينيل الانينيم فينيل الانينيميا تكون اكثر من 120، هذا اذا كانت اكثر من 120 معناته هذا عنده هايبر فينيل الانينيميا، يعني يزداد بالدم. شو وقت ينطرح باليورين تصير فينيل كيتونيوريا؟ لا، لازم تكون اكثر من 1000. اذا كانت اقل من 1000 لكن اكثر من 120 بس اسميها هايبر فينيل الانينيميا، لكن اذا كانت اكثر من 1000 اسميها فينيل كيتونيوريا. Untreated PKU leads to severe mental retardation، تسبب لك mental retardation. The mental retardation is caused by the accumulation of phenyl alanine which becomes a major donor of the amino group in amino transferase activity and depletes neural tissue of alpha ketoglutarate. شنو الحكي هذا؟ يعني هو ليش دا يسبب لك mental retardation؟ هذا الفينيل الانين مو حيزداد بالدم، يروح بالبرين. من يروح بالبرين؟ هو فينيل الانين هي مادة امينو اسيد، يعني بها امينو جروب ومتراكمة متجمعة، حتنطي الامينو جروب المن تبدي تتفاعل ويا من؟ ويا الالفا كيتو جلوتاريت، يعني ترانز امينيشن رياكشن عادي، تعطي كل الامينو جروب للالفا كيتو جلوتاريت وتحوله الى شنو؟ الى جلوتاميت. خلص النيرفس سيستم ماتك والبرين ماتك
خلص كل الألفا كيتو جلوتاريت، كله تحول إلى جلوتاميت، لأن كله جاي يستلم أمينو جروب من الفينيلالانين. فإذا الألفا كيتو جلوتاريت خلاص، هاي مشكلة الستريك أسيد سايكل، دورة جريبس حتوقف، لأنه نعرف إن الألفا كيتو جلوتاريت واحد من الانترميديت المهمة بدورة جريبس. فإذا أنت عندك خلص الألفا كيتو جلوتاريت، شنو هنا عندك مشكلة بإنتاج الطاقة، مشكلة بالجلوكوز، جلوكونيوجينيسيس، وهو شغلات راح تسبب لك شنو هنا مشكلة، تسبب لك mental retardation. The absence of alpha ketoglutarate in the brain shut down the يعني يوقف لك ال tricarboxylic acid cycle دورة جريبس and associated production of aerobic energy which is essential to normal brain development. يعني يوقف لك ال دورة جريبس، يوقف إنتاج الطاقة، وبالتالي يوقف ال brain development. زين الفينيلالانين اما هسه شنو يعني انا بما ان عندي فينيلالانين ما جاي يتحول الى تايروسين، جاي يتجمع قسم من عنده بالبرين، راح ينطي الامينو جروب المن للالفا كيتو جلوتاريت ويكون الجلوتاميت، وبالتالي يوقف يعني يخلص كل الالفا كيتو جلوتاريت. زين هذا الفينيلالانين المتجمع او العفو هذا الفينيلالانين اي من حيتفاعل ويا الالفا كيتو جلوتاريت وينطي الامينو اسيد للالفا كيتو جلوتاريت، الالفا كيتو جلوتاريت حيتحول الى جلوتاميت مثل ما قلنا. الفينيلالانين هذا نفسه من فقد الامينو جروب شو يتحول الى شنو البرودكت مال ترانس امينيشن، ينطيني ماده اسميها فينيل بايروفيك اسيد. فينيل بايرو احنا نعرف انه كل امينو اسيد يفقد الامينو جروب مالته يتحول الى كيتو اسيد، شو اسميه هنا بالنسبه للفينيلالانين؟ اسمه فينيل بايروفيك اسيد. الالانين مثلا كان شنو؟ بايروفيك اسيد، البايروفيت كان. الفينيلالانين هو نفسه فينيلالانين فينيل بايروفيك اسيد، هذا الكيتو اسيد الناتج من الترانز امينيشن مال فينيلالانين. هذا الفينيل البايروفيك اسيد يصير له ريدكشن الى فينيل اسيتات ان فينيل لاكتات، فينيل اسيتات ان لاكتات ان اول ثري كومباوندز الفينيل بايروفيك اسيد فينيل اسيتات فينيل لاكتات ابير ان ذا يورين، راح وين اذا يظهرن يتجمعن يظهرن باليورين. الفينيل اسيتات هذا بيفد رائحه معينه، يعطي ماوسي اودر، يعني فد رائحه ماوس ما مثل الفارة. يعني if the problem is diagnosed early, the addition of tyrosine and restriction of phenylalanine from the diet can minimize the extent of mental retardation. هذا هاي الشغلة بما أنه هي بيها فت كاركترستيك كلش واضح اللي هي هاي الماوسي odor of the urine، ممكن يتم تشخيصها بمبكرا بالنسبة للطفل، وبالتالي انت شو تسوي؟ انت عندك تجمع بالفينيلالانين، زياده بالفينيلالانين ونقصان بالتايروسين، فانت شلون تعالجها؟ تقلل الفينيلالانين من الدايت مالتك، وش تزود؟ التايروسين حتى تعالجها. يعني علاج اي حاله نتيجه لخلل بانزيم معين، اكيوميليشن لماده معينه، هي منع هاي الماده من الدايت، وبالعكس شو تسوي؟ اضافه الماده اللي ما جاي تتكون اللي هي هنا تايروسين الى الدايت حتى توازن يعني وترجعها للحاله الطبيعيه. هسه افتهمنا التايروسين وشلون اكونه من الفينيلالانين. نجي هسه للاورنيثين اند برولين. الجلوتاميت از ذا بريكيرسر اوف، خلنا اخذها قبل من ناني المخطط وبعدين نرجع للشرح شلون اكون اورنيثين وشلون اكون برولين. منين؟ من الجلوتاميت. هذا الجلوتاميت شو اسوي لي؟ افاعله واجيب له اي تي بي، اخذ من الاي تي بي فوسفات، هذا الجلوتاميت صار بي فوسفات، اضفت فوسفات، هاي مجموعه الفوسفات البي او، هاي الفوسفات مين اخذناها؟ من الاي تي بي، عن طريق شنو؟ منطقيا تفاعل بي اي تي بي فسفره يعني كاينيز، جلوتاميل جاما جلوتاميل كاينيز. هذا الجاما جلوتاميل كاينيز حيضيف الفوسفات من اي تي بي المن للجلوتاميت، شطين يا ماده جلوتاميت خمسة فوسفات. الجلوتاميت خمسة فوسفات عن طريق دي هيدروجينيز انزيم يعني اكسد او اختزال، راح شو اسوي له؟ راح اسوي له عمليه اختزال بوجود ناد اتش،
شي يتحول الى سيمي الديهايد، جلوتاميل سيمي الديهايد. احنا نعرف هو الجلوتاميت 5-فوسفات بمجموعه كاربوكسيل، واذا تتذكرون بالكيمياء العضويه مجموعه الكاربوكسيل يعني اللي هي هنا مو هاي، قصدها مو هاي بالحقيقه، هي هاي هنا، انا هاي سي مزدوجه او هاي. اذا تتذكرون بالكيمياء العضويه مجموعه الكاربوكسيل اذا صار لها اختزال ايش تتحول الى الديهايد، فمن اسوي له اختزال بنادى اتش يتحول الى جلوتاميك سيمي الديهايد، الى ماده الديهايد. هسه انا من كونت الجلوتاميك سيمي الديهايد هذا الانترميديت، هذا يا اما حيتحول الى اورنيثين يا اما حيتحول الى برولين. زين شلون يتحول الى الجلوتاميك سيمي الديهايد، شلون يتحول الى اورنيثين؟ بترانز امينيشن رياكشن، يعني بوجود امينو ترانسفيرز. نفس الشيء ترانز امينيشن رياكشن ويا الجلوتاميت مره ثانيه. زين فهذا الجلوتاميك سيمي الديهايد حي شنو؟ حيستلم امينو جروب من الجلوتاميت، يستلم من الجلوتاميت فيتحول الى اورنيثين. والجلوتاميت من فقد صار الفا كيتو جلوتاريت، يعني ترانز امينيشن رياكشن عادي. احنا هسه المفروض وصلنا مرحله نفهم شلون يصير الترانز امينيشن رياكشن. فجلوتاميك سيمي الديهايد يصير الترانز امينيشن بامينو ترانسفيريز، والجلوتاميت يستلم منه امينو جروب زين اللي هي هاي، صار اورنيثين، والجلوتاميت صار الفا كيتو جلوتاريت. زين فخاف يقول لك مثلا هنا شنو الربط الاورنيثين سينثيسيس ويا السيتريك اسيد سايكل، خاف يجي السؤال هذا الربط، لانه باثناء السينثيسيس مال الاورنيثين انتجت الفا كيتو جلوتاريت، فهذا معناته انت جاي تربط ويا السيتريك اسيد سايكل. هم دائما يحبون هيك اسئله، فواحد ينتبه وين ما اكو الفا كيتو جلوتاريت، وين ما اكو بروبيونيل كو اي سوكسينيل كو اي، ذني الانترميديتس اللي تدخل اللي تربط الامينو اسيد ويا الكربوهيدرات واحد يركز بيهن. زين الفيت الثاني للجلوتاميك سيمي الديهايد هو انه اذا ما كنت انا احتاج اورنيثين شو يصير له؟ هذا الجلوتاميك سيمي الديهايد نفس الماده نفسها هي، بس يصير بها عادي الترتيب تصير حلقه. لان لو نعرف احنا هسه انا شريد انتج برولين، والبرولين هو سايكليك، اخذناه انه البرولين ستراكشر مالته سايكل يعني حلقه بي، فتصير عمليه السايكلايزيشن للجلوتاميك سيمي الديهايد ينطي ماده يسموها دلتا 1 بايرولين 5 كاربوكسيليت. دلتا 1 يعني مكان العصر المزدوجه، هذا المكان اللي هو المكان الاول، فدلتا 1 بايرولين 5 كاربوكسيليت. هذا شو اسوي له؟ اسوي له ريدكشن مره ثانيه عن طريق البايرولين 5 كاربوكسيليز ريدكتيز اكون برولين. إذن هذا هو السينثيسيس اوف برولين، مجرد جبت جلوتاميت ضفت له فوسفات من ATP عن طريق كاينيز انزيم، كوننا جلوتاميت 5 فوسفات، سوينا له ريدكشن للجلوتاميت 5 فوسفات هو كاربوكسيل، صار له ريدكشن، صار له صار سيمي الديهايد، صار الديهايد جلوتاميك سيمي الديهايد. الجلوتاميك سيمي الديهايد سوينا له يا اما ترانس امينيشن رياكشن ويا جلوتاميت انتجنا اورنيثين، او سوينا له سبونتانيوس سايكلايزيشن. سايكلايزيشن يعني تحلق، يعني شنو تحلق؟ ماكو ايش فعل باللغه العربيه، بس يعني اقصد صار حلقه. سايكلايزيشن يعني فش صار دلتا 1 بارولين 5 كاربوكسيليت واللي يتحول الى برولين. هنا وين وصلنا احنا؟ glutamate هو البريكارسر فور اوف بوث برولين ان اورنيثين، وذ جلوتاميت سيمي الديهايد بينج مثل ما قلنا هذا السيمي الديهايد هو البرانش بوينت، يعني نقطه التفرع اللي يا اما توديني الى اورنيثين يا اما توديني الى برولين، leading to one or the other of these two products. الاورنيثين هو نون، مو واحد من ال20 امينو اسيد ليش اللي درسناه in used in a protein synthesis. It plays a significant role as the acceptor of carbamyl phosphate in the urea cycle. اخذنا الاورنيثين، اورنيثين يسمون نون بروتيوجينيك
امينو اسيد يعني هو امينو اسيد ما ذكرنا ضمن العشرين الاصليات اللي حكيناها، لان هو نون بروتيوجينيك يعني ما يدخل بتكوين البروتين. ماكو بروتين اذا حطمته ينطيني اورنيثين. الاورنيثين يكون وحده يعني موجود منفصل كماده واحده، واستخدمناها باليوري سايكل يتفاعل ويا الكربمويل فوسفات حتى ينتج لي شنو، استخدمناه لانتاج السترولين باليوريا سايكل. الاورنيثين اضافه الى دوره باليوريا سايكل سيرفز ان اديشنال امبورتنت رول از ذا بريكرسر فور ذا سينثيسيس اوف ذا بولي امينز. هم اخذناها انه يعني يدخل بتكوين البولي امينز اللي هي السبيرمين والسبيرميدين اللي استخدمناها بالجروث مال السيل يعني. فهو اهم حكيناها كبريكرسر للبولي امينز. The production of ornithine with glutamate is important when dietary arginine, the other principal source of ornithine, is limited. احنا نعرف انه داخل اليوري سايكل الاورنيثين مين انتجناه حقيقي؟ انتجناه من الارجينين. احنا اذا عندنا ارجينين اقدر انتج اورنيثين عن طريق الارجينيز انزيم مثل ما انتجناه باليوري سايكل. فهو هذا فد يعني من المهم انه انت اذا ما كان عندك ارجينين كافي تنتج الاورنيثين منين؟ من الجلوتاميت. The fate of glutamate semialdehyde depends on the prevailing cellular condition. يعني هذا هو الجلوتاميك سيمالديهايد هذا المادة هنا لو يتحول اورنيثين لو برولين حسب الظروف حسب احتياج الخلية. Ornithine production occurs from semialdehyde via simple glutamate-dependent transamination مثل ما قلنا، حتى كون ornithine يسوي transamination بوجود glutamate. When arginine concentration becomes elevated، إذا عندي arginine هواية والarginine قلنا هو يستخدم لتكوين الornithine، إذا عندي هواية arginine يعني عندي هواية ornithine ماكو داعي بعد هذا الجلوتاميك سيمالديهايد احوله الى اورنيثين، فش اسوي؟ احوله الى برولين، يعني ذلك حسب الظروف. فيقول لك when arginine concentration become elevated the ornithine contributed from the urea cycle plus that from glutamic سيمالديهايد inhibit the amino transferase reaction with accumulation of سيمالديهايد as a result. مثل ما قلت من يكون عندك ارجينين زايد الاورنيثين الناتج من الارجينين الزايد حيوقف هذا، يقول له للجلوتاميك سيمالديهايد يعني توقف عن انتاج الاورنيثين لان ما يحتاج. فالاورنيثين الناتج سواء من اليوريا سايكل من الارجينين او من الجلوتاميك سيمالديهايد نفسه حيسوي انهيبيشن لهذا الترانز امينيشن رياكشن حتى بعد ما يتكون اورنيثين، فبدال ايش حيصير؟ يتكون البرولين. The semialdehyde cyclizes spontaneously يعني يصير مثل ما قلت يعني تكوين حلقة to delta 1 pyrrolin 5 carboxylate which is then أسوي له reduction عن طريق reductase enzyme المن إلى برولين عن طريق ناد بي اتش. شوف هنا من الضروري إنه نعرف إنه شوف الريدكتنت من هو الناد بي اتش وليس الناد اتش. الناد بي اتش شون الفاتي اسيد سينثيسيس كنا نستخدم الناد بي اتش. الناد اتش استخدمناه وين؟ بسلسلة نقل الالكترون لانتاج الطاقة، لكن هنا حتى سوي ذني الامينو اسيد ميتابوليزم ناد بي اتش حالة كحال الفاتي اسيد. هسه السيرين بايو سينثيسيز السيرين the main pathway to de novo biosynthesis of serine شلون اكونه؟ mainly اكون السيرين with the glycolytic intermediate 3 فوسفو جليسرات. شنو هو بالحقيقة؟ هذا السيرين حتى انتج ابدي بها مادة الثلاثة فوسفو جليسرات اللي هي اخذناها بالتحلل السكري. اذا تتذكرون ثلاثة فوسفو جليسرات تنتج من مادة الواحد ثلاثة باي فوسفو جليسرات. واحد ثلاثة باي فوسفو جليسرات سويناها لها شنو؟ حولناها الى ثلاثة فوسفو جليسرات. ثلاثة فوسفو جليسرات شو اسوي لها؟ همين عن طريق دي هيدروجينيز انزيم راح اسوي له عملية ريدكشن احولها الى ثلاثة فوسفو بايروفيت. هنا من هو استخدم الناد موجب
كاكسبتر للهيدروجين، انتجنا هذا اتش واتش موجب ثلاثة فوسفو بايروفيت. الثلاثة فوسفو بايروفيت هذا شو اسوي له؟ هم اسوي له ترانز امينيشن رياكشن ويا الجلوتاميت، فش انتج ثلاثة فوسفو سيرين، وهمين الفا كيتو جلوتاريت. ثلاثة فوسفو سيرين مجرد هو ثلاثة فوسفو سيرين، اوخر الفوسفات عن طريق فوسفاتيز انزيم بوجود الووتر، ايش حينطيني سيرين. اذا كلش بسيط، ثلاثة فوسفو جليسرات اللي هو واحد من الانترميديت اوف جلايكولايسز، اسوي له دي هيدروجينيشن يعني اسوي له تفاعل اكسده بوجود دي هيدروجينيز انزيم احوله الى ثلاثة فوسفو بايروفيت، ثلاثة فوسفو بايروفيت افعل ويا الجلوتاميت اكون ثلاثة فوسفو سيرين، والثلاثة فوسفو سيرين راح احوله بالفوسفاتيز انزيم الى سيرين. ثلاثة فوسفو سيرين احوله الى سيرين. هذا المين باثوي، يقول لك مين باثوي تو دي نوفو باي سينثيسيس اوف سيرين وذ قلنا جلايكولايتيك انترميديت ثلاثة فوسفو جليسرايد. ناد اتش لينكد دي، هسه هنا ناد اتش مو ناد بي اتش مو مثل ذاك، فاكو فروقات. ليش؟ لانه هنا جاي يحكي عن انترميديت اوف ذا سيتريك اسيد سايكل اللي هو ثلاثة فوسفو جليسرايد اللي كنا كلنا نستخدم بيها من الناد اتش والناد مو الناد بي. فناد اشلينج دي هيدروجينيز يحول لي ثلاثة فوسفو جليسرايد انتو اكيتو اسيد اللي هو ثلاثة فوسفو بايروفيت مثل ما قلنا، والثلاثة فوسفو بايروفيت سوتابل فور ذا سبسيكوينت ترانزامينيشن، هذا الثلاثة فوسفو بايروفيت راح اسوي له ترانزامينيشن ويا جلوتاميت. امام ترانسفيريز اكتيفيتي ويا جلوتاميت از ا دونر بروديوسز ثلاثة فوسفو مثل ما قلنا، ثلاثة فوسفو بايروفيت ترانزامينيشن احوله الى ثلاثة فوسفو سيرين which is converted to serine by phosphoserine phosphatase. الفوسفاتيز هو اللي حيحذف الفوسفات من الفوسفوسيرين فيحوله الى سيرين. و as indicated بيقول هسه هذا المين باثوي انه من الثلاثه فوسفوجليسرات احصل السيرين. مرات السيرين اقدر انتجه من الجلايسين، اذا as indicated below serine can be derived from glycine and vice versa. شوف السيرين والجلايسين اثنينات النون اسينشال امينو اسيد، اثنينات النون اسينشال، فواحد ينتج الثاني، سيرين ينتج جلايسين وجلايسين ينتج السيرين by a single step reaction that involves serine hydroxy methyl transferase and tetrahydrofolate. شنو هذا؟ هذا اللي دي يصير بالحقيقة. السيرين biosynthesis يعني أنا أقدر أنتج السيرين، هذا التفاعل عكسي أقدر أنتج بي سيرين، وهس راح ناخذ الجلايسين بايوسنتز. فأنا هذا السيرين حتى أنتجه شو أسوي؟ شو أسوي؟ أجيب جلايسين وبوجود إنزيم أسميه سيرين هيدروكسي مثل ترانسفيريز أو جلايسين هيدروكسي مثل ترانسفيريز، لأنه مثل ما قلنا التفاعل عكسي. هذا الجلايسين شنقل إلي انقل الى هيدروكسي مثل، يعني انقل له مثل جروب اللي هو CH3 زين، وانقل له هيدروكسي HO، اضيف له لهنا اللي الجلايسين ايش حيصير؟ هيدروكسي مثل ترانسفيريز، اذا مجموعه هيدروكسي ومجموعه مثل ايش صار؟ صار سيرين. هاي مجموعه هاي الهيدروكسي وهاي السي اتش 3 هنا تنكتب CH2 يعني المثل صار سيرين. زين انت حتى تجيب الهيدروكسي مثل يعني ايش تحتاج؟ هم تحتاج انترميديت او يعني كوفاكتور، من هو؟ الجلايسين حتى تحوله الى سيرين يعني يسوي هيدروكسي مثل ترانسفيريز تحتاج هذا الكوفاكتور M5N10 مثلين هيدروفول تترا هيدروفوليت، M5N10 مثلين تترا هيدروفوليت، هذا تاخذ منه مجموعة المثل فيتحول إلى شنو؟ يتحول من بدل لا N5N10 مثلين تترا هيدروفوليت، أخذت المثل جروب مالته هاي وجبتها للجلايسين حتى شو تكون؟ سيرين. إيش راح يصير؟ هو التترا هيدروفوليت نفسه إيش راح يصير؟ المثلين يصير بدون مثل يصير تترا هيدروفوليت. إذا N5N10 مثلين تترا هيدروفوليت، من أخذت منه المثل حتى تضيفه للجلايسين وتكون السيرين هيتحول
ككوفاكتور يتحول الى تترا هيدروفوليت بدال ما كان ميثيلين تترا هيدروفوليت. اذن السيرين يا اما حصله دايركت من الثلاثة فوسفوجليسرايت او احصله منين من الجلايسين عن طريق مثل هيدروكسي مثل ترانسفيريز. الجلايسين بالعكس من هذا التفاعل نفسه بس بالعكس هسه اني اريد احول السيرين الى جلايسين، فشن احذف من عده مجموعه المثل والهيدروكسي، لذلك هو نفسه سمى سيرين هيدروكسي مثل ترانسفيريز او جلايسين هيدروكسي مثل ترانسفيريز. فهذا مجموعه المثل والهيدروكسي اللي حتحذفه، تضيف المثل المين تضيفه الى التترا هيدروفوليت هو اكسبتر اليه يتحول الى ان 5 ان 10 ميثيلين تترا هيدروفوليت، والسيرين من فقده صار جلايسين. وطبعا الهيدروكسيل ينطرح على شكل جزيئات ماء. هذا كل ملخص التفاعل، مجرد نقل ترانسفير المنت للهيدروكسي والمثل بين السيرين والجلايسين. الجلايسين لازم يستلم حتى يتحول الى سيرين، والسيرين لازم يفقد حتى يتحول الى جلايسين. فجلايسين هو ان ستيب ريفرسبل رياكشن مثل ما قلنا، هيدروكسي مثل ترانسفيريز. This enzyme is a member of the family of one carbon transferase and is also known as glycine hydroxymethyl transferase. مثل ما قلنا هو اقدر اسمي سيرين or glycine hydroxymethyl transferase. This reaction involves the transfer of the hydroxymethyl group. من تنقل الهيدروكسيميثيل from مثل ما قلنا تنقله من السيرين المن تنقله الى التترا هيدروفوليت واللي حيتحول بهذا الى ان 5 ميثيلين هيدروفوليت تترا هيدروفوليت producing glycine مثل ما قلنا السيرين من يفقد يتحول الى جلايسين، وهذا التترا هيدروفوليت يتحول الى ميثيلين تترا هيدروفوليت. There are mitochondrial isocytosolic version of the serine hydroxymethylene methyl transferase. Cytosolic enzyme اسوي اسمي SHMT1 والميتوكوندريال انزيم اسمي SHMT2. ماكو مشكلة، يعني يقول لك بانه هذا التفاعل يا اما يصير بالميتوكوندري يا اما يصير بالسايتوسول، ما عندك مشكلة انتاج الجلايسين او السيرين حسب الانزيم. بالسايتوسول التايب 1 السيرين هيدروكسي مثل ترانسفيريز تايب 1، وبالميتوكوندري تايب 2. زين هذا الجلايسين اللي راح اسوي له برودكشن منين؟ من السيرين. هذا الجلايسين اللي راح اكونه من السيرين شو يصير له؟ يقول لك جلايسين produced from سيرين or from the diet، او سواء حصله من السيرين او حصله من الدايت. كان also يعني الجلايسين مو شرط استخدمه لتكوين السيرين، الجلايسين مرات الى فيت ثاني شو اسوي له؟ اوكسيديشن، تفاعل اكسده ينتج لي CO2 عن امونيا. شلون؟ هسه راح نشوف. باي جلايسين دي كاربوكسيليز، يعني حش تسوي انت؟ تسوي لي دي كاربوكسيليشن، تحذف السي او او دي كاربوكسيليشن على شكل CO2، وبنفس الوقت ال ان اتش 2 الامينو تنطرح على شكل امونيا. زين، ونفس الشيء مجموعة المثل المتبقية هاي وين راح تروح؟ هم للتترا هيدروفوليت يستلمها ويتحول الى ان 5 ان 10 ميثيلين تترا هيدروفوليت. هسه راح نشوف هذا التفاعل شلون يصير. اذا جلايسين ممكن اسوي له اوكسيديشن عن طريق الديكاربوكسيليز، also referred as the glycine cleavage complex، يعني يشطب الجلايسين الى CO2 عن NH4 موجب to yield a second equivalent of N5N10-methylene tetrahydrofolate as well as ammonia and CO2. مثل ما قلنا هذا التفاعل ينتج لي أمونيا و CO2 بنفس الوقت، لأنه هاي مجموعة المثل جاي تنتقل للتتراهيدروفوليت جاي تنتج أيضا N5N10-methylene tetrahydrofolate. وغلايسين is involved in many anabolic reactions other than a protein، يعني غلايسين مو بس استخدمه بتكوين البروتين synthesis، استخدمه بتكوين البيورين، قلنا قواعد نيتروجينية بيورينات البيورين نيوكليوتايد الهيم
اللي يستخدم بتكوين الهيموغلوبين، الجلوتاثيون هذا أيضا مادة مهمة. جلوتاثيون إذا تذكرون جلوتاثيون، جلوتاثيون ريدكتاز أخذناها ويا الشنت باثوي، نستخدمها يعني ويا الناد بي اتش كسكافنجر سيستم للفري راديكلز، وأيضا مادة الكرياتين أيضا. و يعني أنا هسه الجلايسين يا أما أستخدمه لتكوين القواعد النيتروجينية البيورينات أو الهيم جلوتاثيون كرياتين، وأيضا ممكن أستخدمه لتكوين السيرين، أو أستخدمه مثل ما قلنا هسه أكونه لتكوين السي أو 2 والإن إتش 4 موجب والإن 5 إن 10 مثلين تترا هيدروفوليت. الجلايسين مو بس أكونه من السيرين، ممكن أكون الجلايسين أيضا من الجلايكو اوكسيليت عن جلوتاميت او الانين فيا ترانز امينيز انزيم. الثيرد باثوي از فروم كولين فيا كولين اوكسيديز انزيم. يعني يقول لك اكو هواي طرق لتكوين الجلايسين، هو نان اسينشال، فتكون هواي له طرق مو بس من السيرين. اقدر اكونه من ماده الجلايكو اوكسيليت كترانز امينيشن رياكشن جلايكو اوكسيليت. هذا من يصير من يستلم الجلايكو اوكسيليت، يستلم هو شنو الجلايكو اوكسيليت؟ هذا تركيبه الحقيقه هسه. هذا الجلايكو اوكسيليت، هذه هاي الماده. فانت مجرد الجلايكو اوكسيليت بس هذا بدون الامينو يسوي له ترانز امينيشن، يستلم امينو جروب سواء من الجلوتاميت او من الالانين ما يهمني، ايش راح يتحول الى جلايسين او عن طريق الكولين اوكسيديز انزيم، واللي هنا نخلص.